السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين قناة أنفاس بخاس. احنا اليوم مباشرة من شلالات أزود وبالضبط من مطعم الأصدقاء لصاحبه صلاح العسري. جينا باش نتقصوا الحقائق ديال الفيديو المثير للجدل، الفيديو اللي شفنا كاملين ديال طاجين فيه الدود. اذا معانا السيد صلاح العسري صاحب المطعم، غادي يقول لنا اشنو كاين. السلام عليكم سي صلاح، لاباس عليك؟ بخير. الناس كاملين كيهضروا على الطاجين اللي فيه الدود، كيهضروا على المطعم ديالك. شفنا انه كان اغلاق المطعم، شفنا انك ثارت ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حنا معك اليوم مباشره قناه انفاس بخيس، بغينا نعرفوا الحقيقه، بغينا نعرفوا شنو كاين، اشنو وقع، نقربوا المتابعين ديالنا من الحقيقه. تفضل سي صلاح. السلام عليكم، انا صلاح العسري، انا هو المسير ديال مقهى الاصدقاء الباطن ديالو. اختي هادشي غير تعدى علينا داك السيد، اختي هادشي ما كاينش. انا راه سير هاد المحل على 41 سنه ولا 42 سنه، انا خدام بخير وعلى خير، عندي الكليان ديالي، ما عمرني عندي شي اشكال، الحمد لله عندي الناس ديالي مزيان، ما عندناش شي مشكل. الناس عارفوا هاد المحل، الاجنبيين المغاربه ديالنا معروف المحل، راه ما تنديروا الطياب ديالنا كنبيعوه ومشهور الحمد لله، ديما داكشي اللي حنا تنبيعوه ما عندناش شي اشكال. هاد السيد هذا اللي وقع لنا معاه المشكل، جا لقى الخدمه ديالنا، طيبنا الطاجين طيب فوق العافيه، جا عندهم اسيدي مع هذيك 12، وصل قال لهم طاجين مريزيربي، طاجين ديال دو بيرسون، مشى ريح وسط الناس في الطوالي، وبحالو بحال عباد الله مريح تمايا، والناس جاو تيريزيرف ريزيرفي الطواجن، هو اللي سبق وزق الناس تياكلوا الطواجن، تيريزيرفو تياكلوا. وصلت واحد الوقت هذيك 3:30 من 12 ل 3:30، هذاك السيد شاف الناس كلشي مشى، كلشي كلا مزيان، كلشي كلا، حتى شاف القهوه الناس خارجين، وعاد علم الكارسون اللي خدام معايا في المحل ديالي، قال ليه جيب لي هذاك الطاجين ديالي، جابوا ليه للمحل، حطوا ليه في الصالون اللي فيه السدادر اللي كانوا الناس ياكلوا فيها بزاف كاع في الصالون تما، وحط الطاجين ديالو تاكل فيه هو ومرتو، تاكلا ملي كلا. اما جاب هذاك الشيء اللي دار في الطاجين شي طوا، اما جابو في كلينيك تما طرف اللحم ديالو من واحد الجلب ديال الطاجين هكايا اللي باقي فيه، وحط هذاك الشيء اللي جابه هو زرعو في هذيك اللحيمه، لا علاقاش اللحم اللي درت انا في الطاجين باينه طيبه، هي راه هي بلاصه باش يجيو التبزيره ديالها كلشي، والاخرى راه بحال اللي مقليه بشي مقله ولا شي حاجه، هز واحد الطرف دار هذاك الشيء من وسطو وكيصغرو هو ومرتو. يعني كتقول انت بلا السيد جاب معاه داك الشيء من عنده ماشي اللحم ديالك؟ هذاك السيد 100% هذيك اللحم جابها معاه، علاقاش هذاك الشيء ما عندناش حنا، علاقاش الطاجين طيطير من 3 سوايع ونص ولا 3 سوايع تيطير فوق سميتو، وما هذاك الدود الا كان تيطير 3 سوايع ولا 2 سوايع ونص راه غيكون يذوب، يكون زبده، هذاك الشيء لا، شي خلاه تا خرجوا الناس وحطوه هو ومرتو و تيفيلميو هذاك الشيء، تا داروا الفيلم هذاك الشيء وجمع اسمي التليفون ديالو. حاولتوا انتم انكم تدخلوا فاش شفتوه انه كيصور ولا؟ فاش الدري شافو تيصور في سميتو جا عنده طلع عليه، هي شافو لقاه تيصور في هذاك الشيء، تجر معاه الدري قال لها اش كدير؟ قال لها اش هذا الشيء؟ قال لها الشيء ما ديالناش، قال لها هذا الشيء لا ديالكم، صزق صافي طلع باش ما ينوض معاهم صداع بزاف. طلع هو عند الدرك الملكين فوق. انت هنا المحل ديالك ما فيهش كاميرات؟ ما فيهش لا كاميرات لا والو، علاقاش كاين الناس مخلطه، كاين الناس اللي ما كيبغوش يشوفوا الناس في كاميرات، حنا ماشي ضد المواطنين باش حنا نديروا اسميتو، حنا تيديروا لنا هذا المحل معروف، راه يجي بنادم باللي جا بالنهار ما كاين اللي وصلنا، ما كاين اللي تعدى علينا، غير اول مره فاجات هذا السيد هذا اللي دار لنا المشكل في هذا المحل. يعني ما عمر هاد الواقعة ما وقعت لك مدة 41 سنة؟ هادي 41 سنة عندي المخيم كبير، راه كيبازو عندي الناس ديال المغرب بزاف، تيجيو من بنين ملال أزيلا الفقيه من صالح ولاد عياد، بنين ملال الناس ديال أزيلا البوكماز كاع المناطق مراكش بيت القلعة كلشي الناس كيعرفوا هاد المحل، كيباتو هنايا في لي طونط ديالهم العائلة الناس مع ولادهم.
وبعد ذلك تيريزيرفيو هنا في الطواج ديالو كان الطاجين كيبقى حتى ل 11 ديال الليل 12 ديال الليل عاد تيتكره دي مع ما عمري عندي شي مشكل. من بعد الواقعه شنو وقع؟ هو مشى ديكلارا بيك؟ مشى ديكلارا بيا. هو مخبي هذاك الفيديو ما شفتوش انا، ما شفت هذاك الجرده اللي فوق اللي من البريغاد، تسعدوا من البريغاد، لقيت هذاك السيد قال لك قال لي انا جودان، قال لك راه واش عرفتي هذا السيد هذا؟ قلت له لا ما عرفتوش. قال لي هذا السيد قلت له ما عرفتهاش. قال لك راه جاو راه بغا يديروا بك واحد الشكايه. قلت له ديال اخويا ياسين. قال لك واش هذه التصويره ديال القهوه ديالك؟ هي التصويره ديال المحل ديالي هذا. قلت له ديالي. ولاني فين فاجئ فاش ورا لي الطاجين ورا لي الدود غا الدود في وسط اللعيمه اللي مضربه الجنب. وهذه اللي من هاد الجي مضرقه بالبطاطا ديال المحل ديالي. شنو كانت ردات الفعل ديالك ديك الساعات؟ ما دخلكش الشك؟ ما قلتيش زعما يقدر يكون الغلط منك انت نيت؟ لا ما عنديش علاقه. عندي انا السيد اللي كايت اليوم هو كنجيبو بهيمه وحده كنغسل اللحم كامل وكدير في الطواجن في هذاك الوقت نيت. كيكون عندنا ريزرفاسيون ديال 40 طاجين 30 طاجين 35 طاجين الا كاين النهار ديال 50 طاجين ما عندناش اشكال. وين هذاك الشيء غير كيتغسل ويدار طواجن على قاش عندنا تجربه على الشيء ديال الطبخ. فين وصلت دابا القضيه مع اختي؟ القضيه راه جاو مع السيد نيك درت مع هادشي ناض زرع داكشي في اليوتيوب ديالو هو ومرتو دار واحد الصداع كبير. القضيه ولات 18 جا الامن دار غلقوا لي المحل قال لك تنشوف هاد المشكل راه عيق. قال لك حنا غنسجلوا في المحل راه جانا اسمتو اعلان نسجلوا لك تنشوفوا اشنو. امتى غادي يكون عندك تقديم؟ عندي نهار الاثنين ان شاء الله عندي التقديم. ولكن هاد السيد هذا راه اختي خرج عليا وخرج على عائلتي وخرج على الخدمه ديالي تعدى علينا بزاف. هادشي راه ما كنديروش. هاد كافي تيزامير راه طيح لينا الاشهار ديالها. كانت غاديه مزيان الامور مزيان كانوا مدوزين عندي ممثلين ديال المغرب كاملين في هاد القهوه هادي. كان فركوز ديال مراكش فيلم ديالو كاين جويليلي كاين دوار الزمان كاين هذاك سميتو ديال الكواسير كاع الناس مدوزين سميتو عندي في هذا المحل هذا. دابا بما انك انت كتقول ان ممكن انك تكون هذه حسيفه ولا هذه حسيفه هذا السيد هذا الا كان الا كان الا كانت حسيفه واش انت غتابع هذا السيد؟ غادي نتابعو هذا السيد هذا راه تعدى علينا راه غادي نتابعو. انا راه ريحت محلي كنتسنى رد الفعل من عند السلطات الحمد لله باش يوقفوا معنا يشوفوا هذا المشكل اللي دار لنا السيد هذا راه يتعدى علينا. راه ماشي غير انا اللي دمر، راه دمر هذه المنطقه كامله. راه كاين واحد 40 مقهى راه دمرها اليوم. راه الناس جاوا الاوزون ما بقاوش بغاو ياكلوا. انت تقول لي الطاجين ما بغاوش ياكلوا على قاش هذا دار الازعاج الاوزون. اوزون الحمد لله غادي مزيان غادي بالنوتيلات ديالو بسميتو ديالو بالقهوي ديالو وغادي مزيان الحمد لله. هاد السيد هذا راه طيح علينا راه كرفصنا والله يجزيهم بخير وقفوا معنا والله يزيد عمر في سيدنا. اذا غادي نشوفوا معنا واحد السيد قال بلا باي يعطي شي كلمه. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي سمعنا مده 8 هادشي اللي سمعنا مده 48 سنه مده 48 ساعه تفاجئنا واستغربنا لان هذا الانسان اللي هو العشري مصطفى الملقب زعه اللي كنعرفوه مده 30 سنه اللي هي كتساوي مليار و 126 مليون و 598 الف و 400 ثانيه. هذا الانسان عنده سجل ممتاز في الطبخ. غادي نوجهوا للسلطات المحليه وكنقولوا السيد وكيل جلاله الملك لان هذا الانسان اللي هو خدام 30 سنه وغادي يجي حتى اليوم باش يدير طاجين بالدود لا يمكن امبوسيبل ما يتقبلهاش العقل. نحللوا ذهنيا ومنطقيا ان الطاجين طايب ومن بعد الانسان ياكله ومن بعد يدير فيديو ومن بعد ينشر هذا الفيديو وفيه دود حي. حنا كنوجهوا رساله للسلطات المحليه والاداريه باش تاخذ هذه القضيه بجديه وبعين والاعتبار باش تعمق في هذا الموضوع. هذا الانسان عندي شك وعندي ظن انه داروا ليه فخ. عندي شك وعندي ظن انه داروا ليه فخ وهاد الناس اللي داروا ليه فخ لانه مرتبطين بشبكه. وشكرا بارك الله فيكم. كنتمنى الصوت. اذا سيدي انت هنايا خدام حتى انت هنا في اوزود الشغل وقريب للمنطقه وكنعرف هذا الانسان كريم وشريف. شحال من سنه تقريبا وانت هنا ولا شحال من سنه وانت قريب للسي زعه؟ المنطقه وقريب للسي زعه وكيعرف راه زعه معروف على الصعيد الاقليمي اللي هو اقليم ازيلال في بنعيات في افوراس في الويدان في تاكلا في بوكماز
في دمناب في قلعة سرغنان. نقول لك انا النص ديال كازا كيعرفوا، النص ديال الرباط، جميع انحاء المملكه كيجيو عنده، وجميع السياح ديال جميع القارات الخمس. نقد نقول لك انا اوروبا كلها، لي اسبانيول، البرتغيز، الالمان، لي ايطاليان، الجيرمان، بلجيوم، نيتيرلون، كلشي هاد الناس راه كيجيو ياكلوا يشربوا القهوه ديال زعما معروف. حتى الانسان تيقول له من الفوق واش ما عندكش الفلوس، سير القهوه ديال زعما راه غادي تاكل ملقاه بزعما، ما كيردش الانسان. كريم وشريف وحكيم ووسيم وجذاب، ما كيرد حتى واحد. هاد الانسان راه داروا ليه فخ، راه بغاو يخدموا وشوهوا السمعة ديال المنطقة وشوهوا السمعة ديال أزود، وماشي غير هو زعر ملقى الاسم الحقيقي اللي هو العسري صالح. وشكرا وتحية. إذا شكرا لك. كما كتشوفوا هنايا مطعم هو مقفل، يعني مطعم الأصدقاء.